بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما انتم شايفين طبعا احنا مغيرين الديكور تمام، لاننا بصراحه مش في المكان اللي بنصور فيه على طول. احنا النهارده في ضيافه الدكتور بهاء الشيخ اللي بنشكره جدا على حسن ضيافته لينا. والدكتور بهاء الشيخ هو استشاري طب وتغذيه الاطفال، لذلك احنا قررنا نعمل شويه فيديوهات كده في شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، عن الاطفال وتغذيتهم. ولقينا ان اول موضوع لازم نتكلم فيه هو موضوع الرضاعه، ويا ترى الصيام هيأثر على الرضاعه وكميه اللبن ولا لا؟ خلينا نشوف الدكتور بهاء هيكون رايه ايه في موضوع الرضاعه والصيام. السلام عليكم، رمضان كريم وكل سنه وحضراتكم طيبين. هنتكلم معاكم النهارده عن الصيام في رمضان للام المرضعه. الامهات المرضعات ربنا سبحانه وتعالى اداهم رخصه، ولكن بعض الامهات بتتخوف وبتحاول ما ترضعش. طيب نقدر نقول لها حاجه بسيطه جدا، ان الطفل الصغير اللي هو في اقل من 6 شهور ده معتمد اعتماد كلي على الرضاعه الطبيعيه المفروض، وبالتالي الطفل ده لا بدا ياكل ولا بدا يشرب، فاذا هو معتمد على الرضاعه فقط. الرضاعه المطلقه هي احلى وافضل غذاء للطفل في اول 6 شهور. حضراتكم عاوزين تصوم، ده هيأثر على الطفل، فطبيعي ما ينفعش نصوم لو طفلنا اقل من 6 شهور. طيب لو الطفل من 6 شهور للسنه، ده الطفل ده بدا يتعود شويه على الاكل، هيبتدي ياكل، هتبتدي الام تطعمه، ما عندناش مشكله. الام لو طعمته وابتدى الطفل مع الرضاعه وزنه بيزيد وهي بتتابع وزنه، نقول اوكي. عدد مرات التبول كويسه زي ما هي المعتاد، اوكي. التبرز زي ما هو وقوامه زي ما هو، اوكي. الطفل هادي ومفيش احساس بالجوع، اوكي. لكن غير كده لو سمحت حضرتك ممنوعه من الصيام رأفة بالطفل ولنمو الطفل. طيب عندنا الطفل اللي فوق سنه، في امهات كتيره بتبتدي مع سن السنه للاسف واحنا داخلين رمضان تقوم عامله فطام للطفل. طب وليه؟ طب ما احنا واخدين الرخص. طب ما ممكن نقول حاجه تانية، هل ممكن حضرتك الطفل تشوفي عدد وجباته واخبارها ايه؟ هل ممكن تشوف الطفل اللبن بتاعك قل ولا ما قلش مع الصيام؟ اذا لبنك ما قلش مع الصيام والطفل بياكل كويس زي ما هو المعتاد وما فيش صعوبه وراجعت التبول وراجعت التبرز بتاعه مظبوطين، يبقى سيادتك ما فيش مشكله ان انت تصوم. لو اي خلل حصل في التبول للطفل او التبرز او اكتساب الوزن، نعرف كويس جدا ان كده الطفل ده مطلوب لنا علشان نحميه ان احنا نفطر، ودي رخصه ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا، ان الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن فضلكم نحمي اطفالنا من خلال ان احنا نرضعهم، الرضاعه لا بديل لها. بعض الامهات بتسالنا هل في نظام غذائي معين للام المرضع؟ في نظام غذائي للام المرضع نحب ننبه عليه. أول حاجة الإكثار من السوائل في الفترة بعد الفطار، على الأقل 8 أكواب، 8 أكواب دي سوائل مختلفة، وأهم حاجة نكتر شوية من البلح باللبن. البلح باللبن ده شيء طيب جدا جدا، هيحافظ على أن الأم ما تعطش كتير أثناء فترة الصيام، وفي نفس الوقت البلح من الحاجات المهمة جدا في زيادة إضرار اللبن. يبقى سوائل، عصاير، بلح بلبن، مية كتير في خلال الفترة اللي إحنا بنفطر فيها. طيب ايه تاني؟ لو سمحتم ما نكترش من الحلويات. الاكثار من الحلويات بيرفع من مستوى السكر في الدم. مستوى السكر ارتفاعه في الدم بيخلينا نعطش وبيحسسنا بالعطش الشديد اثناء الصيام، فلا داعي منه. بلاش الاكل الكربوهيدرات او النشويات المعقده الكتير، يعني رز كتير، لا، انما نقلل منه ونزود في الخضار. الخضار والفاكهه معانا كتير، وهكذا. بلاش الدهون الكتير، بلاش الدسامه كتير. ناكل اكل متجزئ. هنبتدي نفطر، الفطار ده ناخد حاجه سوائل الاول، نفطر على تمر بلبن او تمر عادي، شويه ميه، وبعد كده نبتدي نجهز المعده للاكل من خلال ان احنا ناخد طبق شوربه، حاجه بسيطه. ممكن بعد كده نقوم نصلي او نستريح شويه لمده ساعه، كده احنا هيئنا المعده كويس. بعد كده نبتدي بالفطار بتاعنا اللي احنا مجهزينه، اللي نامل انه يكون فيه خضار كتير، فيه جزء من الفاكهه، خضار ده في هيئة سلطة أو في نمسك الثمرة وناكلها براحتنا خالص، مفيش مشكلة، نحافظ على هضمها كويس. وبعد كده لو سمحتم احنا بنحب كعادتنا الشعبية ان احنا ناكل حلويات في الشهر الفضيل. الحلويات بلاش الإكثار منها، جزء بسيط منها من فضلكم، لأن الحلويات ديت زي ما قلنا ان هي بتعلي مستوى السكر مرة واحدة، فبالتالي بتزيد الإحساس بالعطش أثناء فترات الصيام. وبكده نكون خلصنا أول حلقة مع حضراتكم من حلقات الشهر الفضيل.
اللي على مدار الشهر بإذن الله هنكون معاكم فيه.